الأطفال في هذه المبادرة أو في هذا النشاط تحديداً اليوم يمثلون قسمين. القسم الأول من مبادرة مواهب على درب الإبداع، الأطفال الذين تطورت مواهبهم في الكتابة، وأطفال من مبادرة نسمو بكم، وبذلك نحن نشترك مع مبادرة نسمو بكم. لديهم مواهب فنية غنائية وعزف على آلات موسيقية متنوعة، وهذه المبادرة لديها مجالات ثقافية متعددة. نعمل للحفاظ على موروثنا الثقافي والإنساني نتيجة ضغوط اللي تعرضت للبلد من الحرب الكونية القائمة عليها، صار في بعد كتير عن الثقافة والموروث، فحبينا نرجع نعزز هذا الموقف، حبينا نرجع ننميه عند الأولاد لحتى تتعزز عندهم هاي الحب الانتماء للوطن، ونعمل جيل صالح لهذا المجتمع، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية. طبعا هن شبه مأهلين، في منهم الطلاب اللي عندنا أغلبهم رواد على مستوى القطر ورواد على مستوى الفرع، وعندهم نشاطات متعددة مثل النشاط هذا، وكان لنا نشاطات سابقة بمركز أبو رماني، وعندنا نشاطات ب 27 شهر كمان بنفس المكان هون، وعندنا نشاطات بجرمانة، وعندنا نشاطات على مستوى الفرع، وإن شاء الله نحن همتنا وهمة الشباب، وخاصة نحن مقبلين على عدة انتصارات مع انتصارات الجيش العربي السوري. جاي أنا عن مبادرة مع رفقاتي على الرفقة عشان نغني أول شيء الأطفال الصغار، وبعدين نتبقى لحنا 3-4.